أفاد مراسلنا بتجدد المواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس، وتستخدم القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ويندد المحتجون بخطط إجلاء فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح وبالانتهاكات بحق الأقصى والمقدسيين. وللمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا من القدس مراسلنا نضال كنعنة، ومن غزة مراسلنا محمد المشهراوي، ومن عمان مراسلنا نايف المشاقبة. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك نضال، لو تضعنا في صورة ما يجري حاليا في القدس. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل نضال كنعنة. أذهب إلى محمد المشهراوي من غزة. كيف تبدو الصورة لديك محمد من هناك؟ نعم، الصورة في غزة هي متوترة جدا على خلفية الأحداث التي تجري في مدينة القدس، وتحديدا عند باب العمود وفي حي الشيخ جراح. في هذه اللحظات يتظاهر عشرات الشبان الفلسطينيون في أكثر من منطقة، في أكثر من نقطة، ليتظاهر عند السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. يشعلون الإطارات المطاطية، يلقون بالحجارة، وأحيانا نسمع صوت قنابل صوتية تحدث انفجارات قوية تسمع من قلب مدينة غزة على بعد هذه المسافة. وهذه الفعاليات التي تشهدها منطقة السياج الأمني كانت قد دعي إليها من قبل الفصائل الفلسطينية في إطار تحشيد الشبان الفلسطينيين للتضامن مع ما يجري في مدينة القدس. حتى وقت متأخر انتصف الليل في غزة، ولا تزال هذه التظاهرات مستمرة حتى الآن على السياج الأمني. وكذلك هناك سجل محاولة إطلاق قذائف صاروخية قبل قليل من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد عملية إطلاق قذيفتين صاروخيتين، لكنهما سقطا داخل حدود قطاع غزة، وعلى إثر ذلك تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة شعير هانيجف القريبة من القطاع. في الغرب وتحديدا عند البحر، الجيش الإسرائيلي أعلن أنه أغلق البحر بشكل كامل أمام الصيادين الفلسطينيين، وفعليا بدأ بملاحقة قوارب الصيد الفلسطينية لإرغامها على مغادرة البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، في إطار رده كما قال على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع في يوم أمس، وبما تسببت هذه تلك البالونات من إشعال حرائق في عدد من الأحراش الزراعية. أيضا لا زال من ملامح التوتر في قطاع غزة هي الدعوة للتظاهرات يوم غد أيضا، والدعوة لإطلاق مزيد من البالونات الحارقة باتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من القطاع. كان مساء اليوم سجل أيضا إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه مدينة عسقلان التي تبعد حوالي 20 كيلومترا إلى الشمال من قطاع غزة. نعم محمد، وعلى خلفية كل هذه التطورات يبدو أن مجلس الأمن الدولي يناقش التوتر بالقدس الشرقية حول الأقصى يوم الاثنين. ودعني أخذ الصورة من عند نضال كنعنة الذي يجهز حاليا. نضال، كيف يبدو الوضع الآن؟ نعم سامي، المواجهات هنا في منطقة باب العمود في القدس ما زالت مستمرة كل الوقت. نرى قيام شرطة الاحتلال بقمع المواطنين هنا في منطقة باب العمود، وهي تستخدم قنابل الصوت بشكل كثيف للغاية. قبل قليل رصدنا إصابة صحفية أجنبية بإحدى هذه القنابل التي تلقيها شرطة الاحتلال بشكل عشوائي. وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، وقعت هنا في المنطقة 15 إصابة، تم نقل 4 منها إلى المستشفيات هنا في المدينة. هنالك أيضا مواجهات في حي الطور، كانت هنالك مواجهات في حي العيسوية، وبعض
بعض المواجهات في منطقة الشيخ جراح التي كانت أحد أهم الأسباب وراء اندلاع هذه المواجهات. هنالك تخوف لدى المواطنين هنا من ما ينتظر المدينة غدا مع المسيرة المنتظرة للمستوطنين الإسرائيليين، وفقا لما كنا نرصده في السنوات الماضية مثل هذه المسيرات يشهدها عشرات الآلاف من المستوطنين وفقا للشرطة الإسرائيلية، فإن مسار هذه المسيرة لم يتغير لغاية الآن، وإذا من المتوقع أن يصل هؤلاء في مسيرة يحملون الأعلام الإسرائيلية إلى هنا إلى منطقة باب العمود، حيث سيدخلون إلى أزقة البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق. بالنسبة للمواطنين هذا استفزاز كبير. قائد شرطة القدس قال بأنه لا يرى أي سبب لمنع هذه المسيرة للمستوطنين أو تغيير مسارها غدا، داعيا المستوطنين إلى عدم القيام بأي تصرفات يمكن اعتبارها تحرش بالمواطنين الفلسطينيين أو أي القيام بأعمال عنف. لكن المستوطنون هنا في المدينة يقومون بأعمال عنف واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، تم تسجيل مثل هذه الاعتداءات اليوم بالقرب من قرية العيسوي شمال القدس بالقرب من الجامعة العبرية، وتم تسجيل العديد من هذه الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين حتى في الأسابيع الأخيرة. اليمين الإسرائيلي المتطرف يشعر بحرية الحركة الآن في هذه الظروف السياسية في إسرائيل وبعد أن أصبح ممثلا في البرلمان الإسرائيلي. نضال المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي جلسة الغد بشأن عملية الإخلاء من حي الشيخ جراح وتقول إن موعدا جديدا سيكون خلال 30 يوما. كيف ستكون انعكاسات هذا التطور على الأرض برأيك؟ يعني هذه محاولة من الحكومة الإسرائيلية ربما لتهدئة الأوضاع قليلا أو السيطرة على ارتفاع اللهب هنا في القدس إن صح القول، لكن هذا لا ينهي القضية. من المعروف أن أو هكذا يعتبر المواطنون هنا أن إجراء الحكومة الإسرائيلية ما هو إلا تأجيل للأزمة وليس حل للأزمة. المواطنون لا يعولون الكثير على محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أولا في تركيبة المحكمة التي من المفترض أن تبت في هذه القضية بين المواطنين والمستوطنين، هنالك قاضي مستوطن. أيضا المرجعية القانونية للمحكمة هي قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي الذي يعتبر هؤلاء المواطنين غائبين في بيوتهم ويمنعهم من العودة إلى بيوتهم التي هجروا منها في القدس الغربية عام 48. وهنا تقرأ خطوة الحكومة الإسرائيلية على أنها تأجيل وترحيل للأزمة ترى القدس أنها مريحة. واضح نضال. سأتحول إلى مراسلنا نايف المشقبة من عمان، وهناك بيان شديد اللهجة من الخارجية وحتى من العاهل الأردني، لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول ردود الأفعال من العاصمة الأردنية. بالفعل سامي، يعني هذا في إطار الاشتباك السياسي والدبلوماسي اليومي مع الجانب الإسرائيلي ومع السلطات الإسرائيلية. الجانب الأردني يقول إن الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم فيها إسرائيل في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى واتجاه المصلين واتجاه سكان حي الشيخ جراح جميعها هذه مخالفة للقانون الدولي ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي أجرى الملك عبد الله الثاني اليوم اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد الملك إدانته للتصعيد الإسرائيلي، أكد الملك إدانته أيضا لرفض القرارات التي تتخذها إسرائيل في القدس وفي الأماكن المقدسة، وأكد أيضا على أن هذا التصعيد سيجر الوضع في القدس إلى ما لا تحمد عقباه. وبالتالي فإن الدبلوماسية الأردنية تحركت أيضا فيما يتعلق بوزارة الخارجية الأردنية، استدعت اليوم مساء اليوم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، أبلغته رسالة احتجاج كبيرة. طبعا الخارجية الأردنية كانت ترغب باستدعاء السفير الإسرائيلي، لكن وفق المعلومات تبين أن السفير الإسرائيلي هو خارج عمان خارج الأردن طبعا وفي إجازة قد تطول، وبالتالي لا يمكن البقاء دون استدعاء الشخص الذي يحل محله، وتم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان. تم التأكيد على أن
هذه القرارات وهذه الإجراءات التي تتخذها إسرائيل هي باطلة، وأكدت الخارجية الأردنية في الرسالة التي بعثتها ظهر اليوم لنظريتها الإسرائيلية، وأكدت الخارجية الأردنية أيضا خلال استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية أن قرارات المحاكم الإسرائيلية باطلة ولا تسري على القدس، لأن القدس مدينة محتلة وبالتالي مفاعيل هذه القرارات لا تسري. وقالت السفارة وقالت الخارجية الأردنية أيضا في رسائلها وفي اشتباكها السياسي والدبلوماسي مع الجانب الإسرائيلي أن المقدسيين يجب أن يعاملوا معاملة السكان الأصليين، أي أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي يحميهم، وبالتالي لا يحق لإسرائيل أن تقوم بتهجيرهم قسرا من منازلهم. وكذلك قبل أسابيع الخارجية الأردنية قامت بتزويد الجانب الفلسطيني بوثائق وبعقود إيجار وباتفاقيات موقعة عام 1956 بين وزارة التعمير والإنشاء الأردنية في ذلك الوقت وبين أرباب هذه المنازل وهذه الأسر التي تقطن الآن في منازل في حي الشيخ جراح، وتؤكد هذه الوثائق بأن العقود صحيحة وأنها ما زالت سارية المفعول وأنه لم يتم إلغائها لا من جانب الحكومة الأردنية ولا من جانب الطرف المستأجر الفلسطيني في حي الشيخ جراح. وبالتالي فإن هذه الوثائق هي تدعم الموقف الفلسطيني وتدعم أهالي سكان الشيخ جراح. وهنالك أيضا فعاليات شعبية في الأردن قامت بعدة وقفات مساندة للفلسطينيين تندد بالإجراءات الإسرائيلية. وأخيرا سامي، البرلمان الأردني دعا الاجتماع الطارئ لاتحاد البرلمان العربي وتم الاتفاق على عقد الجلسة الطارئة في القاهرة خلال يومين. سنبقى معك في متابعة كل هذه التطورات، مراسلنا من عمان نايف المشاقبة، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا مراسلنا من غزة محمد المشهراوي، ومن القدس مراسل سكاي نيوز عربية نضال كنعنة، شكرا جزيلا لكم جميعا.